بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذا رد على الأستاذ الدكتور عبد الفتاح ابن خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالمنوفية، فرعها الذي وفي المنوفية، ويتكلم ويقول الله أمرنا بالاحتفال بالمولد النبوي. أقول هذا كذب وباطل وقول على الله بغير علم، ومثاله في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا قالوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. سبحانك يا رب، سبحانك على هذه الآيات الجميلات الجليلات وهذا القرآن العظيم الذي لما تقرأه وتنزله وتنزله على ما يتفوه به الناس في هذا الزمان تجده غضا طريا يخبرك كما قال أبو الوليد الوليد بن المغيرة، قال إنه فيه إن عليه لحلاوة وإن أعلاه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، وكما جاء أيضا مرسلا فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم والفصل ليس بالهزل. ثم استدل الأستاذ الدكتور، وهو أستاذ الدكتور التفسير وعلوم القرآن، بقول ربنا عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني أنت الآن يا دكتور أستاذ دكتور عبد الفتاح، أنت رجل أستاذ تفسير وعلوم القرآن، فهل وجدت أن أحدا استدل بهذه الآية من المفسرين الفطاحل الكبار كابن جرير الطبري والسمرقندي والسمعاني وغيرهم رحمة الله على الجميع، فقال إن هذه الآية تدل على أن الله يأمرنا أن نحتفل بالمولد النبوي؟ لا تجد أحد قال مثل هذا القول الذي لم يسبق إليه، وهذا القول الذي هو ليس له أي علاقة بالعلوم والتفسير والقرآن نهائيا، وليس فيه استدلال. لما نأتي لهذه الآية الكرام الفضلاء: فالذين آمنوا به، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه، عزروه وقروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه عليه الصلاة والسلام، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لما نأتي في هذا فهم عزروه وقروه، ومن توقيره الاحتفال بمولده، نقول هذا أيضا اجتهاد واستدلال وقياس باطل. هل نزعم أننا نوقر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسامي العشرة وأهل بيعة الرضوان وهؤلاء وأهل بدر وأهل العقبة وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ هل أننا نزعم أننا نوقر أكثر منهم؟ ما نوقر أكثر منهم أبدا،
ومع ذلك لم يحتفلوا بمولد ولم يقيموا احتفالا بمولد. هل نزعم أننا نوقر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر من كل هؤلاء؟ لا أجد هذا أبدا أيها الكرام الفضلاء. ثم يقول الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين بالمنوفية جامعة الأزهر، ويقول: فالذين صدقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقروا بنبوته وقروه وعظموه ونصروه واتبعوا القرآن المنزل عليه أو المنزل عليه وعملوا بسنته أولئك هم الفائزون بما وعد الله به عباده المؤمنين. ومن تعظيم الرسول وتوقير هذا الكلام من عنده الاحتفاء به في الميلاد الشريف هو صلوات ربي وسلامه عليه كان يصوم يوم ميلاده تقرب إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه. ونقول هذه سقطة أخرى أيضا من هذا الأستاذ الدكتور، هذه سقطة أخرى من هذا الأستاذ الدكتور. هو الآن ماذا يقول؟ يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم ميلاده تقربا. انظر، يوم ميلاده كان يوم الاثنين من كل أسبوع. النبي كان يصوم عليه الصلاة والسلام، كان يصوم الاثنين والخميس، قال: يومان ترفعان فيهما الأعمال، أحب أن أرفع عمل وأنا صائم. قال: يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وعلي فيه أنزل، يعني فيه فائدتان. هو يوم الاثنين يا دكتور وليس الثاني عشر من ربيع الأول، ففرق بين هذا وبين هذا. يوم الاثنين يتكرر معنا كل أسبوع على مدى 52 أسبوعا على مدار السنة الهجرية. فهذه سقطة أخرى من الدكتور الفاضل، يعني أي كان يخفى عليه ذلك. فرق بين لما نقول كان يصوم يوم الاثنين ولما نقول يوم الثاني عشر من ربيع الأول، لأنه الاثنين يتكرر ولا حرج في ذلك، دلت عليه السنة. لكن لما نأتي عليكم السلام، لما نأتي الآن اليوم الثاني عشر اللي هو ما يزعم به بعض الناس أنه يوم ميلاده، نقول هذا فيه خمسة أقوال بينها العلماء، ومنهم من أوصلها إلى سبعة أقوال اختلاف. ولذلك عمر رضي الله عنه أرضاه كما عند الإمام ابن عبد الهادي في محض الصواب في حضر ومناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وفي مناقب ابن عمر بن الخطاب ابن الجوزي، وفي سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب التي تكلمت عن الرجال والتراجم والصحب الكرام، لما جمعهم لكي يؤرخ، هو أول من دون الدواوين ووضع التأريخ عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: بماذا نؤرخ؟ تريدون نؤرخ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ذكروا ذلك أبدا. ليه؟ لأنه مختلف فيه على أقوال، أبدا ما ذكروا ذلك. طيب، نؤرخ ببعثته عليه الصلاة والسلام، نؤرخ بهجرته حتى استقروا على أنهم يؤرخون بالهجرة، وجعلوا محرما بعد الحج على اعتبار أن الحج نهاية الأعمال والإنسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا فضيلة الأستاذ الدكتور، لا يخفى عن شريف علمكم الكريم أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام مختلف فيه، فمنهم من قال أنه في يوم التاسع، وهذا اختاره الأستاذ الدكتور محمود الفلك المصري أنه التاسع من ربيع الأول. وبماذا استدل؟ رجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر رفيع بن الحارث الثقفي الصحيح لما قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته الأولى، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. فقد كان هذا اليوم هو يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة الحرام للعام العاشر من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، وهو يوم عرفة. فرجع بمعادلات حسابية، فكان يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين التاسع من ربيع الأول وليس الثاني عشر من ربيع الأول. ومنهم من قال النبي ولد يوم عشر ربيع، منهم من قال يوم 12 ربيع، منهم من قال في رجب، منهم من قال في رمضان. تلك خمسة أقوال مبسوطة في كتب العلم، وبسطها الإمام المبارك فوري في الرحيق المختوم لما تكلم عن سيرة الرسول المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع ذلك حتى وإن كان يوم التاسع
وهذا طبعا كلها هي أمور ظنية حسابية فيها نسبة الخطأ فيها نسبة الصواب والانحراف المعياري كما هو معروف في الاكسبرمنتال ديزاين أو ما يسمى بتصاميم التجارب والحسابات. لا يسوغ الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام من عقد السرادقات والأغاني والاختلاط وصنع الحلوى إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام لا دعا يوما للاحتفال بمولده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، لا من حديث قولي كما نفعل شريف علم الأستاذ الدكتور، ولا من حديث فعلي، ولا من حديث تقريري أن أحدهم فعله فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله الصحب الكرام رضي الله عنهم و أرضاهم أبو بكر الصديق صاحب الغار والفاروق عمر المغوار وذي النورين عثمان زوج الكوكبتين الأبكار وأبي السبطين علي الكرار، ولا تمام العشرة المبشرين بالجنان، ولا أمهات المؤمنين الكرام العظام، ولا الصحابة ولا التابعين في خير القرون الثلاثة الأول. وأول ما بدت بدعة المولد كانت عن طريق كوكبوري هذا الذي كان حاكم أربيل بالشمال العراقي، هو الذي فعل ذلك من أرض الموصل في أربيل وما حولها. وجاء بعد ذلك نابليون بونابرت سنة 1798 في مصر الحملة الفرنسية الغاشمة وهم احتفلوا، وكان يضع الدجاجة ويخرج الدراهم ويبسط الموائد للناس عليها، وانتشرت هذه البدعة المنكرة. فلا نقل صريح ولا اجتهاد ولا قياس صحيح ولا فعل من خير القرون المفضلة، إنما هذا أمر مبتدع ولا يخفى تاريخيا هذا على شريف علم الدكتور الفاضل. ثم يقول وأضاف أيضا نحن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام نسير على خطواته. ممتاز، هذا كلام جيد ويحمد للدكتور جزاك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا دكتور، وهذا كلام طيب. والله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا. الآية هذه آية 31 سورة آل عمران تسمى آية المحنة، كما قال الحسن البصري إن قوما زعموا حب النبي عليه الصلاة والسلام فابتلاهم الله بهذه الآية. فأنا أقول للدكتور الفاضل الكريم، هل من السير على خطواته صلى الله عليه وسلم وعلى منواله الشريف الاحتفال بالمولد؟ هل مر ذلك كما ذكرت آنفا في أقواله وأحاديثه وتقريراته؟ لا تجد لا تجدن دليلا يدل على ذلك أبدا، لا تجد دليل يدل على ذلك أبدا. قال والحب اقتداء وعمل وليس دموعا تذرف. جزاك الله خير، كلام ماتع جدا. فإذا كان اقتداء وعمل، هات لي دليل واحد صحيح صريح وليست آية أنت حرفتها عن مظانها، هات لي دليل واحد صحيح صريح من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاحتفال بالمولد. بل إن عائشة تقول في حديث رواه مسلم في الصحيح ثلث الدين، قالت قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا العمل عمل مردود جملة وتفصيلا أيها الدكتور الفاضل الكريم. ويقول الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير بكلة أصول الدين بالمنوفية جامعة الأزهر، ثم يقول الحب هو التأسي والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا كلام جميل، نعم التأسي والاقتداء بالرسول هذا يعني يرد فيه الدكتور
على نفسه، فنقول هل من الحب والتأسي والاقتداء أن نحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه ونثير هذه الزوبعة الكبيرة في كل ما يأتي شهر ربيع الأول؟ شهر ربيع الأول هذه نفس الزوبعة ونفس الكلام المكرور إلى غير ذلك، ثم نقول لهم الأمر تعبد، يقول لا الأمر عادة وليس في عبادة. هذا الرصف للآيات والسرد للأدلة يدل على الأمر تعبد ورصف العبادات كما يحفظ عن شريف الأستاذ الدكتور، ومن هنا نتعلم رصف العبادات الحظر والتوقيف حتى يدل الدليل، حتى يدل الدليل. فهل هناك دليل؟ ما في أي دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع السلف الصحابة الكرام ولا من إجماع القرون المفضلة ولا من أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين، لا مالك قال به ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة. ننتبه لمثل هذا. طيب ثم قال وكيف لا نحبه صلى الله عليه وسلم لولا بعثته لكنا من أهل النار وما عرفنا التوحيد. احنا ما حيا يعني إذا الأمر ده كله لا يساوي غير احتفال بالمولد النبوي، لا يساوي غير احتفال بالمولد النبوي. طيب ثم قال والسعيد من أحبه فاستنى بسنته. ممتاز يا دكتور، هذا ضابط مهم، فاستنى بسنته ولا تبتدع فيها حفظك الله ورعاك. وانظروا كل هذا الكلام الإنشائي الجميل اللي أتى به الدكتور، ما فيه ولا آية ولا حديث يدل على الاحتفال بالمولد، وحتى الآية التي أتى بها ليس تفسيرها كما قال. نعم. ثم بعد ذلك يقول وساعد لمولده وضبط نفسه بضابط الشريعة بين الإفراط والتفريط. ممتاز، هذا هو المطلوب، هذا هو لا إفراط ولا تفريط. من الإفراط والتفريط هذه الموالد التي يكون فيها الاختلاط لدرجة حتى يكون فيها الحشيش، حتى يكون فيها عفا الله وإياكم في تلك البلاد، وهذا شيء مشاهد ومش معروف، ما يكون فيها من الرقص ويكون فيها من الموسيقى والأغاني والاختلاط وبيع المسكر، هذا مشاهد مرئي معروف، نسأل الله العافية والسلام، ولا ينكره أي عاقل ولا ينكر حتى فضيلة الأستاذ الدكتور خضر جزاه الله خير. فلسنا مع صوفية شاطحة ولا مع سلفية ناطحة، الحمد لله السلفية ليست ناطحة أبدا، من كانوا على نهج السلف الصالح ليسوا ناطحين. فهذه يا دكتور غيبة وقعت فيها في طائفة اتبعت سلف النبي، وانت جالس تتكلم تقول اتبعوا وعليكم اتباع النبي، فعليك ان تستغفر الله من غيبة ملايين المسلمين من السلفيين الذين لا يناطحون احد بل عقيدتهم الكتاب والسنة على فهم سلفي الامة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بل وان الدعوة الى الاحتفال بالمولد هي دعوة الصوفية، وان كنت انت الان تريد ان تتحرم تقول ان تشتروا فيها شاطحة، لا انت، هذه هي دعوة الصوفية، وهم الذين يسوغون ويسوقون للموالد كما هو معلوم متعارف عليه. هذا ما تيسر إيراده وتهيئ له عمر لذكره، وتم تحريره صوتيا في عشية يوم الاثنين، يوم ترفع فيه الأعمال ويستحب فيه الصيام، كما أخبر العدنان عليه الصلاة والسلام لأربع خلونا من شهر ربيع الأول عام 40 و400 للبنيش النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.